برنامج يوم جديد السجينان فيكتوريز. الصباح السجينان. صباح الخير بنتي حسناء. شلونك اليوم؟ شلون معنويات؟ الحمد لله. ترى نستمد الطاقة الإيجابية منك دائما. الله يخليك بنتي حبيبتي. الله يخليك. ما اريد اطيل عليك اكثر وعلى المشاهدين، اذا مشاهدينا نترككم مع فقرة الابراج مع جنان فيكتور. اهلا وسهلا بكم احبتي، يسعد صباحكم جميعا، تمنياتي لكم بنهار مبارك مليء بالدفء المعنوي وليس الحرارة. نتمنى من الرب أن يكون نهار مبارك للجميع يا ربي، محفوظين سالمين آمنين متعافين إن شاء الله، للجميع العافية والصحة والسلام من كل قلبي. أهلا وسهلا بكل من يتابعنا ويتابع الفقرة، كذلك تحياتي لكل كادر قناة الرشيد، تمنياتي لكم بنهار مبارك. أهلا وسهلا بكم. أكيد راح نكمل الخارطة الفلكية، وذكرنا أنه كوكب الزهرة في هذا اليوم أصبح متوغل في برج الأسد مع المريخ، وكذلك هذا اليوم انتقل القمر إلى برج الحوت المائي. إذن أصبح القمر في برج الحوت وراح يمكث به إلى غاية يوم إن شاء الله شهر السابع بقوة الله، راح يكون في يوم 1/7 في منطقة أو مجموعة الحمل الناري. فهذه الفترة فترة الحوت، القمر موجود عندهم ويبدي يتناقص. بالحقيقة هناك أيضا ظاهرة فلكية راح تبدأ في نهاية هذا الشهر، هو أنه كم من زخات الشهب راح تكون، يمكن تكون كثيرة في نهاية هذا الشهر. مع إضاءة القمر ممكن أنه شوية تخف، فاللي يحب يتابع هذه الظاهرة الفلكية فراح نتابع أنه كم كبير من الشهب راح يكون هناك إلى يعني يسموها زخات الشهب مثل الأمطار، لأنه راح تنزل بكميات كبيرة، نرقبها كظاهرة فلكية للي يحب ذلك. هذا من باب آخر. اليوم القمر في برج الحوت، فإذا مع من يئتلف ومع من يتنافر، وأي الكواكب أي الأبراج ممكن تكون مستفيدة وأيهما غير مستفيدة. القمر مع المشتري ونبتون المتراجعين في برج الحوت، يأتي بعد ذلك زحل متراجع في برج الدلو، وكذلك بلوتو متراجع في برج الجدي، وكأن الأبراج واحد بعد الثاني كلها الكواكب بها تتراجع، وهذا مثل ما ذكرنا شيء طبيعي، لأنه يحكم علينا ذلك أنه الكواكب في مسيرتها لابد أن تتراجع حتى تكمل دورتها التامة بدقة متناهية حول الشمس. هذا من باب. إذن القمر في برج الحوت، طيب لابد يدخل في برج الحوت وسيبدأ الشهر في برج ناري في برج الحمل الناري. إذن هذه من وفق الخارطة الفلكية اللي إحنا نعرفها مع من منسجم. القمر منسجم مع تقريبا غالبية الكواكب عدا كوكب عطارد اللي ما زال متواجد في برج الجوزاء الهوائي. إذن القمر وعطارد، إذن هناك العطارد يمثل الصحة والفكر، والقمر يمثل العاطفة، فمن يجي ما ينسجم وياها ايش معنى ذلك؟ شنو ينطينا من نتيجة؟ يقول ان عاطفتك راح تكون أغلب من أن تكون عقلانية. عاطفتك راح تكون أغلب من أن تكون عقلانية، يعني راح يسود اندفاع، راح يسود يعني كيف نقول شوية معدومية التركيز، راح تكون العاطفة غير ممنهجة بمنهج فكري، يعني العاطفة المندفعة.
العاطفة المندفعة راح يعاني من عندها مواليد برج الحوت وكذلك مواليد برج الجوزاء، لأنه عطارد بالجوزاء والقمر بالحوت، فهم أكثر الأبراج الاثنين متأثرين بهذه الحركة. إذن المطلوب من عندنا لما يجي القمر يقول لك يابا أنا ترى دا أدق على هالمحك، لتكن عاطفتك عقلانية. أي حدث ممكن أنه يحدث في هذه الفترة ما نكون مندفعين خلف الاندفاع، لأنه أحياناً الاندفاع الزايد أو الاندفاع نحو إشكالات معينة ممكن يضر بينا ما يمكن ينفعنا. فلهذا السبب ولغيره من الأسباب توخى العقلانية. كذلك المحيطين بهذين البرجين، هذين البرجين المفروض يكونون أكثر إحاطة بالرعاية والاهتمام، لأنه هذا الشخص في هذه الفترة راح يكون عاطفي بحت، راح يتخذ قرارات ارتجالية، راح يتخذ فد أشياء غير مدروسة، صرت عصبي وخلص وضجت وضايقت وانتهى. أوكي، فعلى هالأساس إن شاء الله هاي الأمور يجب أنه نتعامل وياها بهالطريقة. فلهذه لا تضغطون على هالمولودين أو هالبرجين بالذات، وتجي بالدرجة الثانية القوس وكذلك العذراء، الأبراج المتجسدة شوية متضررة في هذا الموضوع، فيجب أن نحسن التعامل وياهم ككل الصفات. إني أرى الأرقام أسفل الشاشة، فأهلاً وسهلاً بكل من يتصل بينا، وعندي آلاء لازم أجاوبها وإيناس أيضاً من البارحة، فأستقبل آمنة كل الهلا بيكم. يا هلا يا هلا أمونة، يا هلا أمونة بعدت لها جواب. حبيبتي اهلا بيك، اهلا وسهلا، تفضلي بنتي. حبيبتي في الجنان مواليد 92 27 2، حوت. اي على التنقل عندها مال بيت والانجاب. التنقل والانجاب حبيبتي. اي و 95 اي 11 14 11. اها هذا شنو استفساره؟ هذا عن الحياة على الارتباط، يعني شنو حياته؟ أنا دائما أقول لك علي، بس انطيتيني أنت على شهر الخامس، قلتي لي عندي اشتغل، فما يعني صار عندي شيء قليل. هو أكو فرص ما تمت، يعني ما تمت عليك. هو مثل ما يقول أكو تجي فرص، أكو فرص. أحيانا تكون الفرص سانحة، ولكن هذا ما يخلو انه السنه ما تخلو من الفرص، عندكم فرص هسه جديده جايه، وان شاء الله راح اشرح لك ذلك. تابعيني يا حبيبتي، ما اريد اخسر رصيدك. ها الوالده حبيبتي. على راسي الوالده، تفضلي. 66 1 7 7. نعم حبيبتي قلبي عن الصحه. عرفت يوم، عرفت امنه عن الصحه حبيبتي، تدللين أمونة. حاضر بنتي كل الهلا بيك، تفضلي يا زينب، يسعد صباحك. بعد عمر من أول شاشة في الجنان يا قلبي، يا هلا، النور بيك يا قلبي، النور بيك وبصوتك. منورتنا يا بعد عمري، الله يسلمك يا الغالية، شكرا. أنا برج الثور، زينب عبد المنعم، برج الثور 1/5. على راسي يا قلبي. أنا على طول تعبانة ومريضة على طول، يعني ما يوم صحيت، أنا يومية مريضة. يا ساتر يا رب. اي والله فكنا الاطباء اني. يا سنه جايه. والله ما اعرف، اسال امي، امي مرت كبيره عمرها 85. طولت العمر يا قلبي. ما اعرف يا سنه. ها ما تعرف يا سنه. المهم 1/5. طيب تدللين يا قلبي، الصحه، الجانب الصحي، تدللين بنتي حبيبتي يا قلبي. كل الهلا، كل الهلا زنوبة، الله ينطيك العافية ويشافيك ويعافيك ويشافي كل المرضى يا رب يا رب، آمين. أكيد فهذا الشيء اللي ذكرته وأحاول أنه أعيد عليه، من عطارد ويا القمر، وعندنا المشتري متراجع ونبتون متراجع، ف
فراح يبدي هذا الشخص أصحاب هذين البرجين شوية يكونون متأثرين بهذا الموضوع بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية القوس والعذراء، هالاثنين هالأربع أبراج. القمر راح يضيف لنا برج آخر اللي هو برج الحمل الناري. يا أحبتي، يقول لكم القمر يا هذه الأبراج الخمسة، لا تتسرع في عاطفتك مهما واجهتك ظروف. إذا شلون يعني شلون شو نسوي ما نتسرع في عاطفتنا؟ يعني الواحد ما يصير عصبي أو مثلا ما يتضايق، أو مثلا ممكن إذا صادفنا في الظرف وخلانا نتعصب شلون؟ يعني شلون نتصرف؟ أولا أكو أشياء تجنبية ممكن أنه أنتم تجنبون بها نفسكم، وإحنا من ننصح مدى ننصح بس للأبراج المتأثرة، إنما المحيطين بيها المحيطين بيها الفترة. أنا إذا أريد ويقولون نسبة الطلاقات تزيد وهالأشياء تزيد، أنا من مدى أختار الوقت المناسب اللي أتحدث به مع الشريك مع الأخ مع الزميل مع كل الأوقات هذه كلها إيش راح تنطيني؟ راح تنطيني نتائج عكسية. فأنت أعرف يا مولود برج الحمل ومولود برج الحوت والجوزاء والعذراء والقوس، أعرفوا أنه هذه الفترة يجب أن تحافظون على أعصابكم. أو صرت عصبي بس ما أتخذ قرار، صرت عصبي أوكي ما أتخذ قرار، لا تتخذون قرارات في هذه اليومين في هذين اليومين أيما كانت الظروف. إضافة إلى ذلك نحكم الفكر، مثل شلون يعني شلون يعني مثلا أنا طلعت عندي أنا برج الحوت طلعت في مال الله أنا طالع دا أسوي هالمعاملة، طلعت وأني ناسي الجنسية وشهادة الجنسية وهاي اللائحة من الأشياء اللي هم طالبيها من عندنا. التشويش هذا الشخص مطلوب في هذه الفترة أركز على شغلة وحدة، أنا طالع على معاملة أنجز المعاملة، أوراقي بإيدي، إنجازاتي بإيدي، أشغالي بإيدي. بعدين صرت عصبي هما صرت عصبي ما اتخذ قرار، تعاركت طبيت للبيت تعاركت روحي وانتي طالق، هاي القرارات ابتعدوا عنها. واللي وياكم همينه اكشفوا الشر، لنقل بين قوسين هذه القوسين نكشفي الشر، يعني ماكو مثلا مواضيع تتطلب من عندنا انه نطالب بها هذا الشخص، هو مضغوط وصاير عصبي ومخه مشتت واجي اقول له فلانشي. هاي الامور شويه نتركها ونحيطها بالرعايه والاهتمام. هذه الفتره يقول لك احتكم الى العقل، احتكم الى التركيز، خلي جدول اعمالك، اذا شغلك مطلوب منك معامله اركز بالمعامله، مو أسوي 100 شغلة بنفس اليوم. مطلوب أنه أني أطلع للسفر ولازم أسوق السيارة، أركز على السفر وأركز على السيارة، أركز على القيادة. مطلوب من عندي أطلع أدي واجب أو أوصل فلوس أو أوصل مبلغ معين الشخص أو شيء من هالقبيل، أدي الواجب العلي. المعقد الطبيب حتى هذه الفترة كلها مطلوب من عندنا انه نركز في شغله واحده، لان اكو ظاهره واكو علاج. انا اليوم شويه شغله واحده اديها بنجاح احسن مما اسوي 10 اشغال معرقله ومعطله وغير منتهيه. اركز على المهم وما اتخذ قرار في هذين اليومين. صرت عصبي، الانسان لابد يصير عصبي، ماكو انسان ما يتعصب، بس ما اتخذ قرار، تراجع. هذه الفترة غير صالحة لاتخاذ أي قرارات. أوكي؟ هذه يمكن تكون فد نصائح علاجية لأمور أخرى ممكن أن تكون هذا. أكو قسم منكم أيضاً راح يكون عنده تراجع صحي. كثير من مواليد برج العذراء راح يصير عندهم تلبك معوي، شوية ارتفاع بدرجات الحرارة، تابعوا وضعكم الصحي. هذا الموضوع أيضاً راح يخليكم شوية تتعرقلون من بعض المواليد،
تتعرقلون كذلك من تتميم بعض الأعمال نتيجة للتراجع الصحي وقلة الطاقة. الطاقة السلبية تحرق الطاقة الإيجابية، فأنتوا حاولوا أن تكون طاقتكم أكثر إيجابية، أكثر مقاومة للأمور، وهي يومين وتعدي وإن شاء الله تنتهي على خير. هذا ما تقوله الأبراج، وأني أركز على الأبراج اللي تحتاج كثيراً النصح، لا يحتاج المعافى إلى يعني إلى نصح أو طبيب، إنما المريض هو اللي يحتاج النصح والإرشاد. فهذه الأبراج شوية هالكم يوم هاليومين مريضة لازم نتابعها، وما وصيكم أنتوا اللي ويا هالمجاميع انتبهوا، لا تغثوهم، لا تكثرون عليهم المسؤوليات، هاليومين يومين وتعدي ما يخالف، المهم الإناء الكبير يحتوي الأصغر. هذه يمكن هي النصائح اللي ممكن مثلا إذا انطينا الداء ننطي وياه الدواء. هذه فد ملخص بسيط للوضع الفلكي. قلنا هاي الأبراج، طيب البقية يعني شنو البقية؟ ذولا يعني ما لهم حق في التوقع. عندنا مواليد برج الثور، وجود القمر جد مناسب إليك، استفيد منه، خصوصا من وجود الشمس في برج السرطان وعطارد اللي تقدم في برج الجوزاء، فهذا الوضع القمري مفيد إليك أنت بالذات مولود برج الثور عدا عشرية عطارد. عندنا كذلك مواليد برج السرطان أوكي، مواليد برج العقرب إيجابي، إذا شوية ناكفتك الظروف فراح يكون الأمور بصالحك، فتوقعاتك خلي تكون محسومة، لا تبني قرارك على ظرف آني جيت شفت الوضعية، لا انتظر، يعني راح يكون أكو شيء إيجابي. بالنسبة إلى مواليد برج الدلو، مواليد برج الجدي إيجابية بالنسبة لكم هذه الفترة، لا بأس للميزان، لا بأس للميزان ولا بأس للأسد، لا بأس، يعني منا إلى 1/6 هذه الأبراج راح تكون هذه الوضعية العامة لهم. فهالفترة الأبراج اللي غير مستفيدة ننتبه لها، هذه نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، اللي طوالعهم كذلك حمل، اللي من غير برج طالع حمل، كأن يكون مثلا برج مثل ما قلنا لا بأس للأسد، لا بأس للأسد، بس إذا طالع حمل أو حوت أو عذراء أو قوس أو جوزاء، فهذا ايش راح يقول؟ راح يكون أيضا متضرر 50%، فهذه أيضا نخليها في حسباننا إذا كانت طوالعكم تنتمي لهذه الأبراج. فنحتكم إلى العقل، يرسل لك القمر رسالة يقول احتكم إلى العقل رغم التشويش اللي راح يتسبب، ولا تناقش أمور أكثر تفرعية، بل ركز على ما هو ضروري ومهم، لا تتخذ قرار في حالة انفعال بعدين ترجع تندم عليه، انتبه لوضعك الصحي. هذا الداء وهذا الدواء أوكي؟ فإذا مشينا على هالطريق وعلى هالهذا فإحنا نسوي علينا، والباقي على رب العالمين ينور الطرق ويساعد الآخرين المتكلين عليه، وطوبى للمتكلين على الله، ينور طريقهم بكل ما يعني يحتاج الفرد والشخص. هذا يمكن فد مقدمة بسيطة وسلسة حول الوضع الفلكي بصورة عامة إلى يوم 30 يعني بالليل إن شاء الله راح يختلف الوضع، راح يبدي القمر ينتقل إلى برج الحمل الناري، فراح يكون الوضع مختلف تماما أوكي؟ يعني يومين نمشيها شلون من كان، ونقول يا الله ما نخلي الظروف تغلبنا، سبحان الله خلق البشر حتى يغلب أحيانا الظروف، بفكرة بصبرة بقدرته
واكو اشياء شويه تساعدنا على انه احنا نجعل ظروفنا اصعب بعصبيتنا، بتسرعنا، احيانا اشياء يمكن ما نتعامل مع الامور في وقتها الطبيعي، يمكن هذا شويه همنا، فالظرف مؤذي احنا نساهم في ايذاء نفسنا به. فمع العقل ومع الاراده يستطيع الانسان ان يتجاوز محن، واحنا بالاساس مو كل وقت الظروف تخدمنا، لكن في كل وقت الظروف تعلمنا وتزيدنا معرفه وتزيدنا خبره وكيف نتعامل مع الظرف مع الواقع، كذلك حتى نكون في المستقبل قادرين على انه نعلم الاجيال الاخرى ما تعلمناه. فحتى الظرف الصعب ينطينا ايضا نوع من الدرايه والحكمه والدراسه والمعرفه، وان شاء الله ربنا يفرجها على الكل. وتمنياتي من كل قلبي انه الكل يجد ضالته والكل يحقق هدفه، سواء كان على صعيد التطور الذهني والتطور السلوكي والتطور الفكري والتطور اللي هو إذا بدأ البذرة بينا فالشعب كله رح يتطور والبلد كله رح يتطور، وكلنا أسرة واحدة وكلنا أصحاب فكر واحد وبلد واحد، وإذا شاءت الضيم يضيم فرح يضيم الكل، ترى ما رح يضيم شخص واحد. فلهذا السبب نقول أنه أحياناً نعرف كيف نتعامل ونجيد فن التصرف في أي وقت نسكت، في أي وقت نتكلم، في أي وقت نعاقب، في أي وقت نغلس، فنشدد على الأمور المهمة، الأمور المهمة. هذا يمكن فد ملخص. أرجع للإجابة بالوقت المتبقي لدي على الإجابة على الأخوة والأخوات المتصلين. اتصلت بي آلاء وإيناس البارحة وما قدرت أجاوبهم لأنه وقت الفقرة خاني، وآمنة وزينب هذا اليوم يتدللون علي. عندي 2 من مواليد برج الثور. آلاء تقول أني 2/5 وزينب تقول أني 1/5، يعني واحد جاي بعد الثاني. وإيناس عندي 20/12 و1/9، وآمنة أيضا تدللون علي. إذا نبدأ ببرج الثور. برج الثور من الأبراج الترابية. آلاء 2/5 تختلف عن 1/5. 1/5 شمسي، 2/5 قمري. هذا يختلف عن هذا رغم كون أنه هما نفس العشرية، والكوكب كوكب العشرية اللي يحكم مع الزهرة الشمس القمر وكذلك الزهرة، هذا اللي يحكم منه برج الثور. عندنا العشرية الأولى خاصة بعطارد، والثانية خاصة بالقمر، والثالثة خاصة بزحل، يعني أنتوا من مجموعة القمر. هسه تقولوا لي أنت شلون تقولي لي هسه شمسية وقمرية؟ هذا ينطينا الطالع اللي القمري أكثر ينطي السرطان، يعني أبو 2/5 البرج الصاعد هو السرطان. يسألون عن الارتباط، وأكو قسم يسأل عن الصحة نوعا ما. 1/5 1/5 عصبي، عصبي جدا، والعصبية تغلب، وده يصير عنده ارتفاع بقدرة أو قابلية ضخ الدم، ومدى يوصل الدم لكل كمولود 1/5 مدى يوصل الدم لكل الجسم. الوضع النفسي قلق دائما، والهرمونات دا تبدي تفرز دائما بطريقة مو الطريقة الطبيعية، مثل ما واحد جايب نبتة ودا يسقيها أزيد من لازم اللزوم، راح يعني تتعب النبتة وما راح تكبر، ويمكن احتمال راح يعني يحتاج لها استلزام انه نغير التربة مالتها. فأحبتي هالأمور هذه نراعيها في طباعنا، في طباعنا. عصبية الثور المفرطة اللي هم
اللي تابعين الرقم 1 وكذلك رقم 10، وعندنا كذلك منو، عندنا 19، هذول كلهم يكون من طبعهم شوية نوع من العصبية الغالبة لتحكم الشمس. قوة الشخصية متوفرة وموجودة، أكو فد أشياء مدى تمشي على النظام والأصول، الحياة مخربطة ومبعثرة ودا يحاول هذا المولود يلملمها قدر المستطاع ومدى تجي كما يجب. زين إحنا شو نسوي بهيجي حالة؟ شو نسوي؟ هذا هو المحك في معرفة كيفية التصرف. أولاً مستلزم منك حبيبتي، أولاً تشوفين أي موقع زينب، أي موقع في الجسد، أي موقع في الجسد تكمن به نقطة الضعف حتى تعالجي، لأن هذا الموقع هو مخربط الجسم كله. وأخذيها من عندي قاعدة، هذا الموقع رحتي قستي ضغطك، رحتي شفتي المفاصل، فحصتي الغدة الدرقية، هالأشياء مطلوب من عندك تتأكدين منها حتى أعرف وين الخلل أعالجه، لأن هو اللي دا يخرب لي الجسم كله. فهالأمور أتمنى أنه أنت تجرين عليها أمور، يعني التحليلات المطلوبة، إضافة إلى ذلك شوية أخفف من هالعصبية، عندك هرمون دا يفرز كل الزايد، كل الزايد بحيث موتر جسمك ومخربط كل وضعك. فلهذا السبب أقعد مع نفسي، والتالي أني صرت عصبية راح أظل أصير عصبية النهار كله والليل كله، وأقعد ثاني يوم نفس الموضوع راح يتكرر. والحل، والحل، فإذا مواليد برج الثور بالفترة الحالية وجود الشمس في برج السرطان مساعد، والشيء المساعد الأكثر اللي دا يقولكم، دا يقولكم عطارد يابا يا جماعة أنا موجود ببيت الاستشفاء وكنت متراجع، وهذا التراجع شوية خلى عندكم فد أزمات وعرقلات وأمور غير إيجابية. هسه الوقت صار سانح، 11 تموز راح يطلع عطارد وينتقل إلى برج السرطان، فالبيت الثاني راح يفرغ، هذه الفترة استشفائية، ديروا بالكم على صحتكم، انتبه إلى أنه شلون أداوي نفسي، شوفوا وين الخلل وعالجوه، وين تشتكون عالجوه، لأنه هذه فترة علاج، ومن تأخذون العلاج دققوا على نظام العلاج في وقت بدء القمر، لأنه ما له تأثيرات جانبية، العلاج ما يأخذ تأثيرات جانبية. فهالأمور خليها في بالك حبيبتي، الأمور راح تبدي تتحسن شيئا فشيئا خصوصا بالفترة المقبلة. أما بالنسبة لارتباط مواليد برج الثور وفق آلاء، فيا آلاء يا بنتي، إذا كان السنة ما تخلو من فترة ارتباطات، الشمس حاليا دخلت إلى برج السرطان وهذا بصالحكم، بصالحكم جدا، راح تدخل الشمس كذلك إلى برج العذراء وهذا بصالحكم، والزهرة هسه دخلت بالأسد، هذا راح يكون أيضا فد مؤشر إيجابي، هناك فرصة أخرى حلوة راح تكون إن شاء الله، إن شاء الله مع تواجد الكواكب في برج العذراء، وهذا ما راح أتطرق له في وقتي. وكذلك عندكم شهر الـ 11 كلش إيجابي، وشهر الـ 12 كلش إيجابي، فإذا ذهبت فرصة سوف تأتي فرص أكثر. هذا فيما يخص برج الثور اللي يخص زينب وكذلك آلاء. إيناس عندي 20-12 برج القوس بصورة عامة، وواحد 9 العذراء حول الإنجاب. 1-9 الفترة المناسبة للإنجاب، راح تدخل الزهرة إلى برج العذراء، هسه هي بالأسد، وهذه الفترة تعتبر بالنسبة لكم استشفائية وتأهيلية يا مواليد برج العذراء، إذا كنتوا طالبين الإنجاب. هناك فترة تقول إنه من 22 تموز إلى 15 آب، الزهرة بالعذراء،
فأنتوا حاولوا أنه في هذه الفترة شكوا عندي عوالق صحية أحاول أفضها، لأنه راح تكون فترة مناسبة لإنجاب هالمواليد من تكون الزهرة كواحد تسعة بالعذراء في نفس برجكم، ومن راح تروح للميزان كذلك مناسبة جدا، فراح تجيكم فترة مناسبة جدا للإنجاب، اقتنصوها. لكن إذا أكو فالتوابع صحية عالجوها هسه حتى تقدرون تهيئون التربة الصالحة لعملية الإنجاب. أوكي، هذا فيما يخص إنجاب مواليد برج العذراء. أما 2012 كمواليد برج القوس، مواليد برج القوس الفترة الحالية تقول الوضع الفلكي، وجود القمر في برج السرطان، الشمس في برج السرطان، والكواكب في برج الأسد راح يساعدكم كثيرا كثيرا، راح يساعدكم، راح ينطيكم اندفاع، راح ينطيكم قوة، راح ينطيكم عاطفة، راح ينطيكم كذلك دفع لا بأس به. راح تجي الشمس بعد ذلك تدخل إلى برج الأسد، فراح يكون عندكم إمكانية وطاقة لتحقيق بعض الأمور وإنجاز بعض الأمور العالقة. أنا أجلس لأحلم، لا تريد مني الحياة ذلك، إنما تريد مني أن أتقدم و يعني أحقق أموري، أستغل الأيام الأكثر حظاً في الأوقات. وهسه هالوقت أريدكم شوية قراراتكم ما تكون مندفعة، ننتبه على الصحة هاليومين. الفلك والأبراج يقول أنه أكو فترات راح تكون مؤاتية جداً المواليد برج القوس لأمورهم العامة والشخصية، وكذلك لتوجهاتهم المهنية، وكذلك لأمورهم العامة. خلاص الوقت؟ أوكي، إذن بقت لي آمنة إن شاء الله راح أرد عليك بكرة. شاكرة إليك لكم جميعا، وانتظريني يا آمنة إن شاء الله بكرة أجاوبك. خلص وقت الفقرة، وأأسف لكوني يعني ما قدرت أرد على الجميع. شاكرة لكم حسن المتابعة، أتمنى لكم نهار مبارك. القمر يرسل لنا رسالة مهمة، إذا ما كانت للأبراج المعنية فللكل، احتكم إلى العقل، لا تتسرع، انتبه لوضعك دائما، ودائما يحتاج الآخرين إلى أنه إلى مساعدتك. ما أجمل أن نكون مساعدين ومتفهمين للآخرين، جميل أن نزرع النبتة الطيبة والعمل الطيب والتفهم مع بعضنا. شاكرة لكم حسن المتابعة، الأجواء إلى ابنتي وزميلتي حسنة. حبيبتي سجنان، ربي يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك وعلى كل التفاصيل اللي ذكرتيها بفقرة الأبراج. شكرا بنتي، شكرا للجميع، الله يخليك. إذا مشاهدينا